كنتوا يا احلى عيله، وان شاء الله تكونوا الناس الكل بألف صحه وعافيه. اليوم جيتكم فيديو جديد وباش يكون مع ضيوفي الشيفين باش يوريوكم وباش يعاونوني باش ننظفوا مع بعضنا الكلامار. كيف ما شفتوا هذو مكعبات الكلامار، كثما اللي يبداو الصغار والا الكبار، فما حتى اكبر من هذو. باش ننظفوهم بالتفصيل سهله مهله وما تسحقش برشا اتعب، والجماعة اللي تعافوا لي ما تحملش، وكل جماعة او اخ ننصحكم مش لازم تكملوا وتتفرجوا في الفيديو. وتوا حبوباتي هاي نمشيو بعضنا ننظفوا كعيبات الكلامار متاعنا. توا اول حاجة باش نغسلهم بالسبيلة ونغسلهم هكا غسلة خفيفة باش نحيو هكا الأكحل ونكملوا ننظفوهم. وهذه كعبة الكلامار متاعنا، كيف ما شفتوها كعبة الكلامار مش كيف كعبة الصوبيا، تجي هكا كل قرطاس، وكعبة الصوبيا تبدأ عرض. وهذاك الفرق ما بينيتهم، ديما ثم شكون يغلط ما بينيتهم يقولك الصوبيا هي نفسها الكلامار. الكلامار كيف ما شفتوها تجي هكا كالبوش. وتوا نبداو في التنظيف متاعها، والصوبيا تجي القشرة متاعها كحلة وهذه تحسها مستحمرة. اول حاجه نجبدو هذه هكا تحسوا هكا البلاستيكه، هذه السلسول نتاعها تيسو هكا بشويه باش ما يتكسرش. كيف ما شفتوه هذا كل بلاستيك حاسيلو، شوفوا سبحان الله هكا سلسولها بلاستيك. ونبداو نجيو هكا نشدوها منا ونشدو من هنا راسها، ونبداو نجبدو هكا بشوية يخرج هكا الفرت متاعها الكل معدتها كيف ما شفتو. هيك كشكارة تنجمو تستحفظو بها، طيبو بها روز وإلا مقرونة، تعطيكم أكل لكحل وقالوا فيها برشا منافع. أنا الحق عمري ما طيبتها، ملي سمعتهم يحكيو عليها كيف كيف قالك الرستورونات برشا يخدموا بها وتجي ماكله بنينه، قلت باش نلمهم ونجرب ونشوف. وتو باش نحيوها ان شاء الله ما تترشقش. تو نحطو هذه على جنب ونخدمو. اول حاجه نبداو بها نحيولها هذوما الجوانح نتاعها، نجيو من هنا نشدوها هكا ونشدو منها ونحيو الجناح كيف ما شفتو. هذاك جناحها الاول، نجيو من هنا كيف كيف ونشدو هكا ونحيو لها جناحها الثاني كيف ما شفتو. هذوكم الجوانح ونبداو بشويه بشويه نتبعو ونحيو هكا الجلده الحمراء الكل. نحطو بحذنا البوبيله ما شفتوها فيسع فيسع ما تنضاف. نعملها غسله تحت السبيله بعد تلزيت نظفوها، وكيف كيف الجوانح متاعها يتاكلوا، حاسيلو ما يتنحى كان فرتها وعينيها والباقي الكل يتاكل فيها هكا. بس شويه بشويه تمشي معاكم الكل كيف ما شفتوا. توا نضافو هذوما، قاب كيمش نظفوها من داخل باش نقلبها، ثما شكون لي نظفها جوست بالماء، أما أنا باش نقلبها. تجيو هكا تاخذو أي حكاية عندكم في الكوجينة، كيف ما شفتو هكا تقلبت. وتو باش نظفوها من داخل، جيبو هكا بالسكينة وتنظفو هكا تنحيو هكا الوسخ هذاك الكل اللي في وسطها. الكلامار انضافت متاعنا، مزال تبع باش نعملو لها الملح. وتوا نجيبو الساقين متاعها ونظفوهم اللي كملناهم،
نحطهم هنا في وسط الشستينو. وطوا باش نظفو ساقيها كيف ما شفتوا هنا سمك اللحمتين كنحيوهم. والباقي ما تنحيوهوش الاخر معدتها. ونجيو لهنا تحت العينين نتاعها ونقصوها. وطوا نبداو نحيوها كل الوسخ كالعادة بشوية بشوية. الجلدة كنسيسوها ونحيو الجلدة بشوية بشوية. الساقين انا محل الساقين يقعد فيهم شويه ما مش مشكل كيف ما شفتوها، خاطر جويدين على الاخر ما يتنحاش الكل. وتوا نجبد الكعبه اللي من بعدها ونقعد هكاكا نكمل كعبه الكل بنفس الطريقه. كعبات كملت غسلتهم، خليني خذيت شوية ماء باش نحط فيه الملح، نخليهم في الملح هكا شوية وبعديكا نشللوهم باش كان بقى فيهم شوية وسخ يتنحى. هو نورمالمون منظفين بالبي جوست فيهم هكا تزلبيت أو كنحطو لهم الملح باش يتنحاو وينظافو بالبي كيف ما شفتو اللي بقيت تحت السبيلة نغسل فيهم. وهاكا تحبو تقلبوهم وترجعوهم على الفاس الأخرى ولا تخليهم على الفاس اللي قلبتوها اشواليكم. هاذوما كعبات الكلامار نتاعنا انضافو بالبيهي كيف ما شفتوهم، هاذوما كيف كيف الجوانح هاكا وسعو بالكم معاهم، ساهلين ماهلين في تنظيفهم ماهيش صعيبة حتى طرف. ان شاء الله نكون فدتكم. نجمو طيبو بيهم برشا حاجات، نجمو تعملو بيهم المعجنات مقرونة كسكسي روز نواصر الدويدة تعملوهم محشيين هكا، وتنجمو كيف كيف تعملوهم مع صوص حمرة، وإلا تنجمو تعملوهم مرقة جلبانة، تنجمو تقصوهم كيف كيف هكا دي رونديل وتقليوهم، تنجمو تشويوهم غسيلو شابعة وصفات. وهاكا انتم من بعد صنفوا الدبرة اللي تعجبكم. وهذه كانت طريقة تنظيف الكلامار، نجمو هكا تخبيوهم كيف كيف تكنجلوهم، نجمو هذو ما تقصوهم وحدهم وهذو وحدهم وإلا تخليهم بعضهم اشواليكم. هاكا انتم والدبرة اللي باش طيبوهم. المهم صديقاتي هذا كان الفيديو متاعنا متاع اليوم، سنيوني ان شاء الله في الفيديوهات الجاية والوصفات اللي باش نحضرهم بها. كان تحبوا كيف كيف طريقة تنظيف السوبيا بريس كيف كيف ما فيهمش ديفيرونس الكبيرة برشا، جست هذه عندها كالسلسول متاحة والسوبيا ما عندهاش السلسول، السوبيا ساعة تلقاو فيها اكل عظمة متاحة كاليبس. لكن تحبوا كيف كيف عندي فيديوهات طريقة تنظيف القرنيت وطريقة تنظيف الكروفيت، المهم تنخليهم لكم الكل في صندوق الوصف اونكا او تستحقوا الروسيت خاطر برشا يخافوا منها من تنظيفها وهي سهلة ما فيها شيء. وهوني يوفى الفيديو متاع اليوم. وهكا كان عجبكم ما تبخلوش عليا كالعادة بلايكاتكم وتعاليقكم الحلوة، وما تنسيوش كيف كيف البرتاج باش تعمل فايدة. وتوقعوا لي تربي نتقابل ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.